صدق الله العظيم. الملكية السامية لصاحب جلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده، والذي يولي عناية خاصة لقضايا الجالية المغربية القاطنة بالخارج، تخلد عمالة إقليم القنيطرة بشراكة مع المصالح اللامركزة ذات الصلة، اليوم الوطني للمهاجر، وذلك تحت شعار دور الجالية المقيمة بالخارج في تنزيل النموذج التنموي الجديد. ونستهل برنامج هذا اليوم بكلمة افتتاحية للسيد عامل صاحب الجلالة على إقليم القنيطرة، فليتفضل سيادته مشكورا. الصلاة والسلام على أشرف المرسلين، السيدات والسادة الحضور الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أولا وقبلتي بشيء، سنة سعيدة وكل عام وأنتم بخير في الصحة والعافية، متمنيا لكم أن تدخلوا في الصحة والعافية وذويكم كذلك، وسيدنا المنصور بالله والأمة الإسلامية جميعا. أيها الحضور الكريم، يسعدني في البداية أن أرحب بأفراد جاليتنا المقيمة بالخارج الذين أبوا إلا أن يشاركون مراسيم هذا الاحتفال السنوي، متمنيا لهم مقاما سعيدا في أرض الوطن وادعو بهذه المناسبة. حضرات السيدات والسادة، إن الجالية المغربية المقيمة بالخارج تأتي في طالعة القوى الحية المنخرطة في الأوراش التنموية في المغرب اقتصاديا واجتماعيا، حيث تضطرع بدور فعال في إشعاعه الحب الحضاري، علما أن أفراد الجالية يعتبرون سفراء دائمين للمملكة المغربية في بلدان إقامتهم في الخارج. الله يجزيكم بخير. الناس ديالنا اللي في الخارج كيجيو في واحد الشهر ديال الكونجي، باش كيدوز واحد المدة هنا في الكونجي، ماشي الشهر ديال تمام. أنا شفت واحد العدد من الناس كيجي بدل ما يتسارى ويشوف عائلته ويشوف هذا، كيبقى طالع بين الإدارات. اليوم في هذه الإدارة وحتى في الأخرى طالع هذا المسكين، حتى كيجي وقت ديال الطيارة خصو عاود يمشي وكيحسب راسو ما دار حتى شي حاجة، لا هو قدر الشغل ديالو ولا هو زار العائلة ديالو ولا هو تمتع بالكونجي ديالو. الله يجازيكم بخير. أي واحد من الإخوان المغاربة المقيمة بالخارج اللي كيجي عندكم يكون عنده شي مشكل، جوج تأجيلو، إما عنده الحق وقفوا معاهم في الدور المشكل ديالو في ديك الساعة أو لا في النهار ديالها، أو لا ما عندوش الحق قولوا هذا ولا ما عندوش الحق، شنو خاصك دير شنو خاصك باش تكون سيعرف راسو شنو عندك. وبالاساس اللي عرفت واحد مجموعه ديال الاجراءات اللي همت مغاربه العالم، بدايه باحداث شباك خاص بمغاربه العالم على صعيد المكونات ديال الوكاله الحضاريه، المقر ديالها بقنيطره، الملحقتين ديالها بجوج سيدي قاسم وسيدي سليمان. والدور ديال هاد الشباك الخاص هو انه كيستقبل وكيستمع لمغاربة العالم وكيبث وكيعالج الملفات ديالهم، ولا كاينين شي شكايات ديال مغاربة العالم. كاين هاتف خاص، رقم هاتف خاص اللي تم يعني الوضع ديالو راه الإشارة ديال مغاربة العالم، إضافة إلى إحداث دي مداومة على صعيد المكونات ديال الوكالة الحضرية اللي كتشتغل، يعني هذه المداومة اللي كاينة اللي مديورة يعني خاصة بمغاربة العالم، وهي كاينة طيلة أيام العمل إلى حدود السادسة مساء، وأيام السبت من 9 إلى 12 زوالا. إضافة إلى هذه الإجراءات، الوكالة الحضرية وتنفيذا للتعليمات ديال الوزارة كتنظم أيام أبواب مفتوحة من 9 حتى 13 أغشت، ما فيه هذا الاحتفال باليوم الوطني للمهاجر في 10 أغشت. وبالأساس الخاصية ديال هذا العام هو أن الوكالة الحضرية يعني حرصت أنها تعزز وتعمم الرقمنة ديال الخدمات ديالها اللي كتقدمها عن يعني الخدمات عن بعد، ما في ذلك يعني الدراسة القبلية للملفات والمشاريع، المذكرة المعلومات التعميرية اللي حاليا كتعطى عن بعد، الشكايات حتى هما اللي كيتعالجوا عن بعد،
البوابة الجغرافية لوثائق التعمير المصادقة عليها حاليا. يعني الإنسان قدر يلج لهذا البوابة عن بعد ويطلع على التخصيصات التعميرية اللي كتهم العقار ديالو بدون يعني التنقل إلى الوكالة الحضرية. هناك خدمة أخرى هي الدفع الإلكتروني هو عن بعد وأخذ المواعيد عن بعد. والجديد هذه السنة هي إحداث واحد الخدمة جديدة اللي هي عبارة عن بوابة، بوابة البحث العلني لوثائق التعمير اللي كتكون في المرحلة ديال البحث العلني. وهذه البوابة يعني هي فريدة من نوعها بحيث أنها كتمكن أن المواطنين بالنسبة لواحد الجماعة اللي كتكون كتعرف وثيقة التعمير ديالها بالأساس تصميم تهيئة أو تصميم ديال النمو كيكون في مرحلة ديال البحث العلني، أنه يقدر يدخل لهذه البوابة عن بعد ويطلع على شنو هما التخصيصات اللي كتهم العقار ديالو، ويقدر أنه يحط يعني هذا التعرضات ديالو للملاحظات ديالو بدون تنقل إلى الـ إلى الـ إلى الـ إلى الوكالة الحضرية. معكم عبد الرحمن إملاغوي من مدينة سطيبي قنيطرة. يعني عشنا أجواء يعني جميلة وقبلوا استقبال اللي هو جميل، وكنشكروا صاحب الجلالة يعني هذا الاستقبال اللي استقبلنا هذا العام، وبمناسبة هذا يعني الجائحة كورونا يعني اللي هي أثرت على العالم وأثرت على المغرب وأثرت يعني على جميع الدول. استقبلوا الاستقبال اللي هو أنه تم والحمد لله، يعني أنه كاين تغيير في بلادنا اللي هو جد 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 مهم لينا كشباب ولينا المغاربة جميع، وحسينا يعني بالوطن ديالنا واحد الاحساس اللي هو ما عمرنا حسينا به بحال هذه المناسبه ديال جائحه كورونا. يعني استقبلنا واحد الاستقبال اللي هو جميل جدا جدا وما عمرنا غادي ننساه والحمد لله. وعطاونا الفرص يعني على المساعده، يعني المساعده يعني على الجاليه المغربيه انهم عطاوهم واحد القمه اللي هو جميل جدا جدا، يعني على المساعده على الادارات على كل شيء والحمد لله. هذا السلام عليكم. بودالي عبد الرزاق شاب ديفيزيون كوميرسيال ديال لاراك. كنرحبوا بهذا اليوم العالمي للجاليه ديالنا الجاليه المغربيه، مرحبا بها والف مرحبا. والوكاله المستقله لتوزيع الماء والكهرباء بقنيطره كترحب بهم كل سنه، وكل سنه الحمد لله احنا موجودين في هذا الستون ديال اللي كتعملوا لا بروفينس ديال قنيطره. وهذا العام ان شاء الله زدنا لهم دي خدمات جديده فيما يخص خدمات عن بعد بلا ما يبقاو يجيو حتى الوكاله ولا سميتو، يعني عن طريق الانترنت يقدروا يدخلوا لاجونس اون لين في السيت ديال لاراك، سواء يديروا لا دوموند ديالهم، سواء يديروا لا ريزيليسيون ديالهم، سواء يخلصوا لي فاكتور ديالهم، سواء يطلبوا لي زاتيستاسيون. ممكن مجموعه من الاجراءات اللي خداتها الوكاله باش تسهل العمليه ديال عند هاد الناس ديال الجاليه، وحنا كنطلبوا منهم يتواصلوا معنا عبر لو سيت ديال لاراك سيتير لاجونس اون لين، راه فيه كاع المعطيات وكاع فيه كاع المعلومات في التفسيرات. وكاين عاوتاني عندنا حنا الشبكه الاجتماعيه تاهي راه كنتواصلوا معاهم بها، اللي كنطالبوهم بها يتواصلوا معنا بها في اي حاجه كانت خاصهم، مرحبا بهم والف مرحبا بهم.